مرحبا سي محمد. سي يوسف بن قاسم، واش يمكن تقرب المشاهدين الكرام من هذا الدوري؟ الدوري جاء من بعد يعني طلب بعض الإخوان من الجمعية ديالنا وبعض الإخوان أصدقاء المرحوم، قررنا أن نعملوا هذا الدوري هذا ترحما على روح الفقيد الطاهرة سي محمد حمدان، اللي الذكرى ديالو ولا يعني غالي على الجميع، وكان واحد الرياضي خالق، واحد مستخدم يعني وافي، وكل يشهد له بحسن السلوك وبالأخلاق وبالروح المريحة وابتسامة، يعني إنسان رائع من كل الجوانب والنواحي صراحة. سي يوسف بن قاسم، أعطينا فكرة حول الجمعيات المشاركة في هذا التدور. الجمعيات المشاركة بطبيعة الحال كاين جمعية قدماء لاعبي شباب بن ديبان، الجمعية المنظمة لهذه التظاهرة. تم الاختيار ديال جمعيات أخرى اللي قريبة من المرحوم سي محمد حمدان طبعا، اللي هي جمعية الأعمال الاجتماعية لنقابة مستخدمي وأطر أمانديس طنجة، ومشكورين على الحضور ديالهم وعلى التعاون ديالهم معنا. وجمعيه اخرى هي جمعيه شباب الازهر اللي كتمثل المنطقه ديال الحي اللي كيسكن فيه المرحوم سي محمد حمدان. والجمعيه الثالثه هي جمعيه سيدي البخاري اللي فيها مجموعه ديال اللاعبين كانوا اصدقاء المرحوم وكان كيمارس معاهم قبل الوفاه ديالو، قبل ما نفتقدوه. سي يوسف القاسم، واش يمكن لك تذكرنا بالنتائج المسجله اليوم وخاصة المقابلة الأولى؟ سي محمد، كنظن أن الدوري يعني الهدف منه ماشي هو النتائج، ولا ما احنا أصلا بالنسبة للجوائز والتذكارات شرفيا ما محددينش شكون الفائز الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني كل شيء فائز. الفائز هو المشارك، وهذه التفاتة عملناها لأبناء المرحوم اللي هما حاضرين معنا الحمد لله. يعني بغض النظر على شكون فاز وشكون هذاك، يعني احنا تغاضينا على هذه المساله هذه، والحمد لله كل شيء فائز ان شاء الله. لان بالنسبه للمقابله الاولى فانتهت، الان كنعيشوا اطوار الجول المباراه الثانيه في انتظار المقابله النهائيه اللي كتجمع ربما الفريق جمعيه الاعمال الاجتماعيه امانديس طنجة وفريق جمعيه شباب الازهر. اذا ذكرتي قلتي بلي ان هناك بعض افراد من العائله ديال المرحوم كيتواجدوا معنا، فما كان ناسي انه اذا كان هناك شي ابن ديال المرحوم نستضيفو كذلك نشوفوا الراي ديالو ان شاء الله على الراس. ما نتمناو من الله. شكرا جزيلا. الابن ديالو حمزه الى هو متواجد ان شاء الله. فعاليه رياضيه اخرى. تبارك الله عليك. شكرا سي محمد، شكرا طنجي سبور، وشكرا لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا انجاح التظاهر هذا وهذا التكريم هذا، وعزاؤنا واحد لاسره المرحوم. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا سيدي بن قاسم.